تعالوا اقولكم ازاي هنعمل هاش براون بطريقه سهله جدا وهتطلع معاكم تحفه. فتعالوا معايا، هستخدم 3 بطاطسيات وهقشرهم، هقسمهم نصين، ولو حسيت ان النص كبير هقسمه تاني يبقوا بالحجم ده، ما يكونوش اصغر من كده. هسلقهم نص سلقه، بعد كده هبشرهم. التوابل هستخدم معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره كمون، نص معلقه بابريكا وشطه لو حابين، هستخدم توم باودر وبصل باودر، ممكن تحطوا التوابل اللي تحبوها. حطيت بيضه ومعلقه كبيره نشا وهقلب كل حاجه مع بعض كويس جدا. وعلشان نشكلها بطريقه سهله ويطلع شكلها حلو هكورها وهفردها كده زي ما انتوا شايفين. عملت الكميه كلها، وانت ممكن تحطوها في الفريزر الاول وبعدين تقلوها، بس انا قلتها على طول. بس في واحده فتحت مني هنا وهيطلع ده شكلها في الاخر، وبجد تحفه، واتمنى تجربوها. باي.